القصه عندنا اللي هو في عندي مجموعه اوامر انا ممكن اروح اعمل بيهم برزنتيشن. يعني ايه برزنتيشن؟ طب احنا عماره، احنا ديكور، مالناش علاقه بالبرزنتيشن. احيانا وانت بعد ما تخلص الديزاين بتاعك انت محتاج ان انت تروح توري العميل او حتى الدكتور في الكليه المراحل اللي انت رحت عملتها عشان الكتله بتاعتك توصل بهذا الشكل. طيب خلينا نمشيها مثال واحده واحده كانها حدوته بالظبط، ثم نبتدي نفصص كل حته منها. الاول انا عندي مثلا كتله زي دي كده، وعندي كتله تانيه زي دي كده، مالهم الكتلتين دولت؟ الكتلتين دولت انا عايز اروح اعمل مورفينج او عايز اروح اعمل تحويل ما بينهم. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الكتله دي تختفي والكتله دي تظهر كانها انيميشن بس مش فاهم. يعني كان الكتله دي قبل التشطيب ثم بعد التشطيب، اللي هي فيما هي المراحل اللي تمت لحد ما وصلت لايه؟ لشكل السلندر ده. الشرط الاولاني والاساسي عشان الكلام ده يحصل لازم اكليك يمين هنا اهو واجيب البروبرتيز بتاعتها اللي هي دي، واعرف ان عدد الفيرتيس كام؟ هتلاقي 110. اروح على الاوبجكت الثاني رايت كليك واجيب البروبرتيز بتاعتها ايه؟ عدد الفيرتيس بتاعتها كام؟ 482. طب كده ما ينفعش، لان هو الشرط الاساسي عشان اروح احول ما بين الكتل دي لازم تكون عدد الفيرتيس بتاعتهم واحد. طب ايه الحل؟ انا مش فاهم. انا هاجي اخد نسخه واحده او كذا نسخه من الكتله بتاعتي اللي هي دي، هنقول مثلا فرضا خمسه، واقول له اوكي واحد، خلي بالك كوبي. طيب هل حد منكم يفتكر ان عدد الفيرتكس بتاع كل واحده من دولت متساويه؟ اه طبعا متساوي، لان انت يا دوبك انت واخدهم كوبي. طب ماشي، انا هحول ايه ما بينهم؟ ده بقى هيجي احتياجك لاوامر التشكيل. ايه هي اوامر التشكيل دي؟ اول امر عندك موجود في موديفاي امر اسمه ايديت مش، اللي احنا خدنا اخوه المره اللي فاتت اللي اسمه مش سيلكت لو حد فاكر. ايوه. حاجه اخد ايديت مش، مش فاهم ايديت مش ده ماله. لو انت حضرتك دخلتي جوه ايديت مش على السهم الصغير ده هتلاقي فيه هنا فيرتكس اللي هم ده اللي هي مكونات الكتله نفسها. طب الادج اللي هي الحواف بتاعت الكتله اهي، الادج بتاعتها. طب الفيس اللي هي المثلثات بتاعت كل بوليجون، واحنا اتفقنا ان كل سايد رباعيه دبل فيس. طب البوليجون اللي هو عباره عن المربع. طب الاليمنت الشكل كله. ايوه انا مش فاهم انت عايز تقصد ايه يعني. اقصد ان انت لو جيتي هنا مسكتي مجموعه فيرتكس من هنا وجيتي هنا اهو بامر سكيل كده، هتشايف؟ الله. أيوة. هو انت الشكل ده بقى زي اخوه؟ اه. ده زي ده؟ لا طبعا. طب هل انت غيرت في عدد الفيرتكس؟ لا، انا غيرت في اماكن وجودها فقط، لكن احتفظت بالعنصر الاساسي في التحويل اللي هي يكون عدد النقط بتاعتها واحد، عدد الفيرسيس بتاعتها واحد. حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك. طيب همسك أيوة. الكتله اللي بعديها وهاجي هنا موديفاي وهجيب ايديت مش وادوس على السهم الصغير ده. على فكره الفيرتكس والادج والفيس والبويجن هم اللي موجودين، البوتنز اللي موجودين من تحت، يعني ممكن تدوس من هنا او من هنا. فهاجي اخد مثلا هنا مجموعه بوليجونز مثلا اهي دي، ثم همسك البوليجونز اللي هي دي كده، ثم حاجه اروح عاملها هنا سكيل. ممكن اجي اقول لو سمحت روتيت. ممكن اجي مثلا امسك عدد مثلا من دول اهي، واروح جاي هنا مثلا بامر موف واروح رافعها، بتشكلي زي ما انت عايزه. الله، هو انت تقصد ان الامر ده انا ممكن اروح اعمل بيه البرامج اللي بتاعت الفيلا اللي احنا خدناها؟ اه طبعا. ما انت لازم تدورها في مخك واحنا شغالين. حد معايا؟ ايوه مع حضرتك. بس الملحوظ ايه؟ ان النتيجه بتاعت الايفكت او الايفكت بتاع امر ما ايديت مش النتيجه حاده. طب هل في امر بيديني ان انا اروح اعدل في الكتله ويطلع سموس وناعم؟ اه، بس ما هوش امر، هم خمسه. الباكج اللي هي بتاعت اوامر اف اف دي، انا مش فاهم حاجه. الاف اف دي عباره عن مجموعه اوامر بتعدلي على الكتله مش على اساس الفيرتكس والادج والبوينت، لا هي بتحط لك عدد نقط يخصها هي. يعني 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4. في هنا اف اف دي بوكس وفي سلندر ممكن ازود فيهم عدد النقط، مش فاهم حاجه. لو حضرتك جيتي هنا على الاف اف دي 4، هو في كام نقطه بقت موجوده على الشكل؟ بقت 4 في 4 لو حد شايفهم. حد شايف؟ ايوه حاجه. أيوة. اخش بقى على السهم الصغنن وامسك الكنترول بوينت اللي هي نقاط التحكم بتاعت النقط، وهمسك النقط دي كده. هو انت لازم تمسك اللي فوق؟ لا، ما انت اللي بتشكل. حاجه هنا بامر موف وامسك النقط اللي فوق دي كده واسحبها تحت. الله، هو طلع ايه يا جماعه عندي؟ ده طبق فاضي. طب حلو، طب احنا مالنا ومال الطبق؟ احنا الناس بتوع ديكور بنرسم كراسي. طب ماشي، تعالى امسك النقط الكرسي الثاني، او امسك قصدي الكره الثانيه، وهاجي هنا هقول له اف اف دي، وهاخد 4 في 4
وهاجي اقول له لو سمحت كنترول بوينتس، همسك البوينت دي كده وهاجي هنا بالنقطه دي اروح اعمل كده. تعالى كده نشوف ده طلع ايه. كرسي قبل كده. اه تعالى نشوف. الله ده طلع كرسي يا جماعه. عدلي بقى زي ما انت عايزه، بس هي الافاده بتاعته ان انت عندك عدد النقط اللي انت حطيتيها طلعت لك النتيجه عندك سموث. يعني الفيصل ما بين ادت مش وما بين اف اف دي، ان النتيجه بتاعت اف اف دي دايما بتبقى ناعمه، بتاعت ادت مش بتلاقيها كورنرز. هتشايفها؟ اي نعمل البرامج. ايوه زي البرامج. طيب انا بس في مشكله جت هلا قالت لي هو انت ما عندكش الا الاف اف دي 2 في 2 و3 في 3 و4 في 4، يعني اكثر نقط عددهم اللي هي 4 في 4؟ لا. في عندك هنا اف اف دي بوكس واف اف دي سلندر. الفارق الاساسي ما بينهم شكل عرض النقط. مش فاهم. يعني بص كده لو انا جيت خدت بوكس حطيت لك النقط هنا على شكل ايه؟ بوكس. طيب لو انا جيت لغيت ده وجيت قلت له هنا اف اف دي لو سمحت سلندر اللي هو ده، حط لك هنا شكل النقط على هيئه ايه؟ سلندر. سلندر اهي في البرسبكتيف اهي. ده غير كده كمان بيديك امكان ان انت تعملي هنا ايه؟ سيت نمبر اوف بوينتس. هيكساجونال او اوكتاجونال. وممكن ازود النقط، يعني اقول له لو سمحت انا محتاج انها تكون 8 والارتفاع عايز فيه 6 اهو. يعني انت عندك الاف اف دي بوكس او الاف اف دي سلندر بيديك امكان انت تروح تعدلي في عدد النقط. اه تمام. همسك الكنترول بوينتس اللي هي دي كده اهي، وابتدي ان انا اعدل في البوينتس بتاعتي. يعني ايه اعدل فيها؟ طب اعدل فيها ازاي؟ امسك البوينت دي كده وابتدي تتحركي فيها بموف بقى بروتيت بسكيل لحد ما يطلع الشكل اللي انت محتاجه ان انت تطلعيه. في النهايه بعد استخدام الاوامر دي كلها انت بقى عندك مجموعه اشكال مختلفه، بس الشرط اللي بيربط ما بينهم ايه؟ عدد الفيرتكس بتاعتهم او الفيرتسيز بتاعتهم لا هتكون واحده. يبقى كده انا ممكن اعمل عمليه التحويل. مش فاهم تحويل ازاي؟ لو انا جيت مسكت ده الكلام ده على حسب السيناريو اللي انت بتطبيق تحطيه. مسكت اوبجكت وهاجي هنا اهو كده. حد فاكر كومباوند؟ اول امر فيه اللي هو امر مورف. امر مورف ده اللي هو امر التحويل ما بين كتله والثانيه. فهاجي اخد امر مورف. طب ماله يعني هعمل ايه؟ حد فاكر كوبي وانستنس وريفرنس؟ ايوه. هاخد موف وهاجي عند التايم فريم لو حد فاكر موضوع الانيميشن، واجي اقول له هنا اوتو كي سجل، وهاجي عند كلمه باك واروح دايس على الاوبجكت تاني. هو راح فين؟ اختفى. هغير تايم فريم واخد اللي بعديه وانت والسيناريو اللي انت حاطه. لا احنا مش فاهمين حاجه من يعني كل اللي انت عملته ده، ايه النتيجه بتاعته؟ هقول لك حالا. لو حضرتك جيتي عملتي ده كده اهي، وجيت طفيت الاوتو كي ان انا مش عايزها، وجيت عملتي بلاي، ايه اللي حصل؟ تطور. حد معايا ولا فين؟ حضرتك. طيب يبقى معنى كده ان انا رحت عملت ايه؟ رحت شرحت اللي قدامي مراحل تطور اللي هي ايه الاوبجكت بتاعي من ساعه ما كان عباره عن كوره لحد ما وصل لاخر شكل انت عايزاه. لا معلش احنا مالناش علاقه اصلا بموضوع الانيميشن. فانا يكفيني حتى لو انت مش هتشتغلي بامر مورف، يكفيني مجموعه الاوامر اللي هي ادت مش والاف اف دي اللي هي 2 في 2 3 في 3 4 في 4 اف اف دي بوكس اف اف دي سلندر. دول يكفوني جدا للشغل. طيب انا هديكم زيتونه صغيره. احنا خدنا كام فيلا المره اللي فاتت؟ خدنا فيلا المره اللي فاتت وفيلا المره اللي قبلها صح؟ ايوه. طيب احنا عندنا الدوم من فوق. طب اعملها ازاي؟ مش فاهم. انا عندي هنا اهو بوكس اهو. ايه ده؟ هو ده هيعمل البيراميد اللي موجود من فوق؟ اه طبعا، وتشكل فيه كمان. لو انت جيت هنا اهو زودت له السيجمنت، وجيت انت هنا اهو من موديفاي وجيت قلت له لو سمحت انا عايز امر اسمه ايديت مش. ايوه هيعمل ايه؟ ممكن امسك الفيرتكس اللي هي دي، امسك ده كده واجي هنا الفيرتكس دي، وهمسك الفيرتكس اللي هي في النص دي كده اهي، وهاجي هنا اكبر طبعا عشان الاقيه لو مش شايفين اهي، واجي هنا كده بامر موف انزل بيها كده، امسك هنا ده كده اهو وبامر موف اروح نازل بيه ده كده، وهاجي همسك البوينت اللي هي اللي موجوده في النص، وممكن اروح اعملها هنا ريسكيل. هو ده اصلا ماله ومال البيراميد؟ هقول لك، ما انت ممكن تمسكي انت هنا النقط اللي فوق دي وتايه كليك يمين على سكيل وتخلي السكيل بتاعها زيرو. ضم في نقطه ولا ما ضمش في نقطه؟ ضم. تعالى نشوفهم كده. طلعت ايه؟ بيراميد. حد معايا ولا فين؟ محطة. طب هل ممكن استفيد بيهم في حاجه ثانيه؟ اه طبعا. في جنب من الجوانب اللي هي بتاعت الفيلا، بس مش الفيلا دي، الفيلا اللابن اللي انتم ما رضيتوش تاخدوها. انا عندي مثلا سايد من ضمن السايدز
فوق مقطوع على هيئة شكل 8. يعني ايه 8؟ يعني مقطوع من هنا ومقطوع من هنا. انت ممكن بدل ما تروحي تقطعي انت ممكن تروحي تزودي هنا السيجمنتس اهي، واجي هنا من موديفاي، واجي هنا اديت مش، واجي اخش مثلا على النقط واروح جاي ماسك البوينت دي كده وبموف ارتيريا اسحبها كده. حد معايا ولا فين؟ جنب اهو. انا اقصد ان الاوامر بتاعت اديت مش او الاف اف دي ليهم فوائد رهيبه ممكن تستفيدوا منهم من خلال التفكير. حتى كمان البرامج، البرامج دي انا ممكن اروح اشكلها خلاص اديت مش حلت لي الموضوع. حاجات كتير. حد فاهم حاجه من اللي انا قلتها؟ ايوه. يلا ابدا. الموديفاي حد يمليني بس ايه الخطوات؟ موديفاي اوكي ثم اخد بقى اللي هي ايه؟ هو ده هو سؤال بس، هو انا امتى اخد فيرتكس؟ امتى اخد ايدج؟ انا مش فاهم يعني. هو انت اصلا اصل الكتله اللي انت محتاج تطلعها هتحتاج دي ولا دي ولا دي؟ ما هو انت لازم تجرب عشان في النهايه تعرف ان النقطه دي نتيجتها كذا تستخدمها في التشكيل. انتوا معايا ولا فين؟ ايوه. اي عملت دي كده. طب ثم عشان اخرج من الامر لازم ادوس على اديت مش عشان اقدر امسك اوبجكت تاني. ثم اخش على الايه؟ حد يختار؟ اديت مش. اديت مش تاني ماشي اهي. ثم اخش على السهم الصغير ثم فيرتكس ثم همسك اي عدد من الفيرتكس اهي وممكن اروح اروتيت اهي مثلا. ممكن اجي هنا بامر سكيل واروح جاي اعمل دي كده اهي. ولازم عشان اخرج من الامر ادوس على اديت مش. اخش اللي بعديه. اجي هنا من موديفاي ها اف اف اي انهي واحده منهم؟ 4x4 انهي واحده؟ انت براحتكم اخد انهي واحده؟ اربعه. طيب ولازم اخش على الكنترول بوينتس بتاعتك وابتدي ان انا امسك البوينتس وابتدي اشكل. انت كانك انت معاكي حته صلصال وبتشكلي فيها. طيب شايفه؟ ممكن بعد ما اخلص ده اروح ماسك دي كده واجي هنا بموف واروح نعمل كده. هتشايف؟ عشان اخرج من الامر ادوس على كلمه اف اف دي. تيجي لاخر اوبجكت اللي هو ده. هاجي هنا من موديفاي اخد مين؟ اف اف تي برضه. انهي واحده فيهم؟ ماشي 2x2x2 اوكي. اروح جاي كده واروح داخل على السهم الصغير ده كده وامسك كنترول بوينت ثم ابتدي بقى العب فيهم سواء موف او روتيت او ستيل. امال ايه الحاجات الثانيه غير كنترول بوينت؟ اللاتس والست فوليوم دي دي حاجات بستخدمها في الانيميشن. طيب انا عايز اروح احول بقى ما بين الاشكال دي، هعمل ايه؟ حد يمليني. حول هنا على كومباوند. امسك اول واحد. اعمل مور. بس اول واحد مش شرط، انت على حسب السيناريو اللي حضرتك حاطاه للايه؟ للحاجه اللي انت عايزه تطلعيها. ايوه ماشي. للبرزنتيشن. امسك اي حاجه. مور ثم اخد تايم. موف. وبعدين اغير تايم فريم. اغير تايم فريم واعمل اوتو كي. باك. هو اوتو كي الاول ولا اغير تايم فريم؟ مش تفرق. اروح واخد ده اغير تايم فريم واخد اللي بعديه اغير تايم فريم لحد ما الكتل اللي عندي تخلص. واطفي هنا الاوتو كي ثم اجي اقول له هنا هو ايه؟ بلاي عشان اتفرج. وصلت؟ يعني ده ممكن احنا نحط لو انتيرير او اكستيرير وبيتغير كل مره يعني هعمل، بس لا صح ما ينفعش. بس شرطه الاساسي لازم تكون عدد الفيرتكس بتاعتك لازم. انت قصدك ان هو ينفع يعني مثلا انت مثلا هنا عندك ده اوبجكت واحد اهو وده اوبجكت، ودي ما بتحصلش في حياتنا ان احنا نطرح كتله واحده بس. خلاص هاجي هنا الكومباوند، هاجي هنا البروبوليان، هاجي هنا الستار واروح واخد ده. حلو؟ خلاص هو طرح. هتخش على موديفاي مش هتلاقي البارامترز بتاعته صح؟ ايوه. طب تامر حسن نفسه هيعمل ايه لو وقع في المشكله دي؟ لو انت دلوقتي دي كتله واحده هغيرها واقدر اجيب البارامترز تاني. لكن لو اكتر من كتله ما تعملهاش، حتى ينفع تتغير بس ما تعملهاش عشان الكتله احيانا بتضرب بنسبه كام؟ بنسبه 90%. اللي هي كام؟ شايفه انت البروبوليان السهم الصغنن ده؟ تمام. تحتيه طلع ايه؟
شايفه قوي اوبرنز. هو انا مش شايفه. طيب هتلاقي في عندك من تحت خالص ايه الكوتا اللي عندك؟ سفير واحد واثنين، انت عايز تغير اي واحد فيهم؟ subtracted sphere. اختار اني واحد فيهم. معلش ان انت قطعت. طب هختار واحد مثلا، هتلاقي ايه ظهر عندك من فوق؟ انا ماشي معاك بالترتيب، بس ايه اللي ظهر من فوق؟ كلمه سفير. الله، ايه اللي حصل عندك هنا اهو؟ ظهرت. شايفها؟ طيب انا دي اعملها ما فيهاش مشكله، في حين ان انا عندي اوبجكت واحد بطرحه، لكن لو عندي اكتر من اوبجكت هتنفع برضك، بس الكتله في الغالب بتضرب. وصلت ازاي بقى بعد يعني الكلام، سواء كانت ستاره او المفرش اللي موجود او الحاجه المنسدله، الكلام ده نعمله ازاي بعد ما احنا خدنا الباكج اللي هي السبع او ثمان اوامر دول؟ احنا خدنا كده كام امر؟ اديت ماشي، وكم واحد اف اف دي؟ خمسه، يبقى هما كده سته. هينفع؟ طب ازاي؟ تعال نفكر بس بصوت عالي. يا مروه، هو انت بتقول لي حاجه منسدله على حاجه، فانا ما عنديش الا حاجتين، يا اما اخش انا بالاف اف دي وافضل اسحب النقط وكده هتطلع عينيا ومش هتبقى بردك واقعي. طب ايه هو الحل؟ الحل ان انت عندك مثلا ده، هجيب هنا بلين من ده، بس هي للاسف هي يعني احنا مضطرين ان احنا نزود فيها السجن عشان تبقى سامعه كلامك في موضوع الانسيابيه دي قديمه. ثم اروح اجيب الكتله اللي انا هروح ارمي عليها المفرش او الشكل اللي موجود، سواء كانت كتله ترابيزه، سواء كان بني وانا حاطط عليه فوطه، يعني اي مكان الكونسبت او اي مكان الفكره اللي انت عايزها تعمله. انا مش فاهم انت عايز توصل تقول ايه. دلوقتي انت عندك الشكل ده، انا عايزه يبقى منسدل او مرمي على الكره دي ومتطبع بيها. هتلاقي في عندك هنا جوه موديفاي، هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ايه؟ بيسالك انت عايز مين هيتفرش على مين؟ انت كده كده ماسك البلان وجاي اي لوك لوز. هتلاقي في عندك هنا اوبجكت ايه؟ بروبرتيز. ثم هتيجي تاخد هنا اد اوبجكت وتقول له ضم لي الاوبجكت اللي بعديه اللي هو السفير. يعني انت عندك هنا البلان ضامم على السفير، ماشي. طب البلان ده هو عباره عن ايه؟ كلوز. خانته ايه؟ ساتن مثلا. طب السفير ده الكلوجن اوبجكت اللي هيترمي عليه البلان. ايوه، ولا اترمى ولا عمل اي حاجه خالص. ما تعالى هنا دوس على كلمه ايه؟ سمعت لوك. شوف كده، في حاجه حصلت؟ في حاجه بتطبع على حاجه؟ ايوه. دي يمكن باكثريه الاحوال هتنفعنا في شغل انتيرير من جوه. كتلة عايزة ترميها على حاجة، عايزة تطبعي حاجة على حاجة، دي هتنفع. ده اللي هو جه في ذهني من شوية وأنا ببص على الحاجات دي. خلصت الشكل اللي أنت عايزاه، تدوس على مين؟ أسميت لوكال تاني، تستوب. خلاص، هو الشكل ده كده بالنسبة لك سيبت، هو كده مستني. حتى لو أنت جيت لغيت السفير، ده كده مستني إن أنت تروح تديله الماتيريال أو الخامات بتاعته. وصلت؟ وصلت. ممكن كنا معرفش ماكس، تحدي يماليني ان انا نسيت. يلا ادي الكتله بتاعتي، تعال نجيب كتله مختلفه، تعال نجيب مثلا اكستندد ونجيب اللي هي تشامفر بوكس مثلا اهو، لانها ترابيزه. واجيب البلين من هنا اهو، واجي هنا اقول له انا عايز بلين، واجي هنا بامر موف، واجي اروح جاي رافعها كده. شرطه الاساسي للاسف ايه؟ ان انا مضطر ان انا اروح ازود سجن. اروح اخلي دي 100 واخلي دي 100، واحنا اتفقنا ان احنا اعداء ان احنا ايه نزود سجن. طيب ايه الخطوات؟ يلا. اروح اعمل انا اختار اختار الكتل، ثم اختار كلوز، اعمل كلاس اهو، ثم بص على object properties، ثم add object، add، ثم اختار add، ثم هاجي للبلان واقول له ان انت ايه؟ ثم خامتك ايه؟ خلي بالك شكل الخامه، اختيارك للخامه بيحدد انسيابيتها وهي بتتحرك. والشامفر بوكس ده الكلوجن اوبجكت،
collision object. ثم اقول له ايه؟ واسيبه شوي. بعد ما اسيبه النتيجه طلعت اهي. ده بيطبق على ده لحد ما الشكل اللي انت عايزاه دوس على ستوب، مفيش مانع، مش لازم تكمل. طب دوسي كمان يكمل، لا خلاص كفايه كده، دوسي كمان وهكذا. وصل؟ وصلت. طب حد يحب يجربها؟ نجربها اكيد. يلا جرب. جرب ورك. طيب افرض انا عايز اعمل الكشكشه دي، بلاش، عايز اعمل ستاره، اعملها ازاي؟ نعم. مفيش حد جات في دماغه حاجه؟ برضك انا هروح اجيب بلين كده. واهم حاجه بلين اهم حاجه في الموضوع ده موضوع السيجمنت. موضوع السيجمنت ده يعني فظيع وليه حله طبعا. هتلاقي في عندك هنا اهو امر في موديفاي، امر اسمه ايه؟ ويف. تعالى زود البارامترز بتاعته عشان تطلع شكل الستار. دي ولا ستار ولا ليها علاقه بستار. اصبر بس، تعالى هنا اعملها روتيت كده اهي، خدت بالك؟ ثم تعالى زود هنا اهو الويف لينز، او قلل الويف لينز. طلعت ايه؟ ستار. بس بص بقى المصيبه اللي حصلت، انت عندك هنا ايه؟ فيرتكس. طبعا في التو دي ليها حل، والحل ده هيوصل مثلا ل 100 فيرتكس فقط، حاجه تافهه يعني. خلاص؟ فانت عندك اللي بيحل لي الموضوع ده الى الان، انت عندك امر اسمه ايه؟ ويف. ويف. وصلت؟ تمام. عادة تاني؟ لا تمام. حد يحب عادة تاني؟ ممكن عادة تاني مش مهم. وتالت ورابع. طب ايه رايك يا مروه؟ هي مروه هو ايه اللي وقع منك فيها؟ عشان بس ابقى متخيل معاك يعني. يعني نعملها من الاول يعني لو حاضر. من اول طبعا ونص كمان. لا بس انا بقول لك انت ايه اللي مش متخيله فيها؟ والخطوات وقعت منك؟ لا الخطوات وقعت مني. طيب بص، نمره واحد انت راح اجيب بلان، ليه ما جبتيش بوكس؟ عشان اوفر بس موضوع الثيكنس والتخانه وعدد السيجمنت. ماشي. وبعدين ازود السيجمنتس من الاول؟ للاسف. ازود السيجمنتس للاسف. اوكي. خد بالك انا بقول كلمه للاسف وحتى يمكن في التسجيل عشان الناس تبقى عارفه ان زياده السيجمنت دي فيها مشكله. طيب بس انت اضطراريا منك مضطره ان انت لما زودتي السيجمنتس مش هيديك الايفكت اللي انت محتاجاه. فانا اجي اخش على الموديفاي ليست ثم اجي اطلب منه امر اسمه ايه؟ ويف. ويف اهو شكرا. جاب لي امر ويف. هروح للبارامترز بتاعته هبتدي ان انا ادي لها الريديوس بتاعتها. او ادي لها البروز. شايفه؟ ايه ده؟ ده مالهاش علاقه اصلا، ما انت زودي اللي هي في الناحيتين. شايفه؟ اوكي. وتعالي زودي هنا الويف لينث وقلليها. طب لا ده الريديوس بتاعتها او القيمه بتاعتها اهي، قلليها وزوديها وشكلي زي ما انت حابه. في الفيز بتاعتها بس دي لو انت عايز تعملي انيميشن يعني. بس دي مالهاش علاقه. بس انا طلعت مني هوريزونتال مش فيرتيكال. اعملها روتيت اهي. هي فعلا طالعه مني انا برضك نفس القصه طلعت معايا كده. اوكي. تنفع ستريتش باك؟ شمسيه؟ تنفع. لان احنا في الماتيريال هنبتدي ان احنا ناخد ان احنا نعمل حاجه. أيوه. ترانسبيرنت يعني ناخد ان احنا تعملي حاجه ترانسبيرنت وتدخلك اشعه الشمس وهكذا. حد يحب عاده تاني؟ ايه رايكم؟ ها؟ تمام. شكرا يا باشمهندس. جربوها والجو يعني هي تقيله بردك. اعتمادك الاساسي على البلين اللي هو ده. ماله ده؟ انا هاجي هنا كده اهي واروح جاي هنا مديله سيجمنتس للاسف يعني. ثم هروح اجيب من هنا بوكس. انت عارف بيبقى في عندك في الستار اللي هي الستيل بتبقى ملمومه في النص ومن تحت اللي هي الكرانيش بتاعتها طالعه. ايوه تمام. طيب ايه هو الحل؟ واحده واحده بقى وخليك ركز معايا في الخطوات. لان انا ممكن اعملها ما تطلعش وتيجي تعملها انت عندك بنفس الخطوات تطلع يعني. ايه هو الحل؟ همسك الكتله واجي هنا من موديفاي واجي اقول له هنا امر كلوز اللي هو ده. ماله بقى؟ حاجة بقى مش همشي نفس الستبس دي. حاجة اقول لو سمحت اديني هنا اهو اعمل لي هنا جروب لو سمحت. على مين؟ على مجموعة الفيرتكس دي. وتيجي تقول له هنا ايه؟ ميك جروب. معايا؟
مع حضرتك والنود او النقطه بتاعتها تسلمها للبوكس اللي انت عملته. همسك المجموعه البوينت دي وقول له ميك جروب والنود بتاعتها تسلمها للبوكس التاني. طب ثم يعني بعد ما انت عملت الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ هترجع عندك هنا الكلوز ماله يعني ام كلوز، هتيجي تقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا سينيت لوكال. ايه ده ولا اي حاجه حصلت. بعد شويه المفروض الكتله دي بتتحرك. المفروض نستناها يعني؟ مفروض. عندي هنا خامة. طبعا اللي عامل معاها كل الكلام ده السيجمنت يعني. شايف ان في الطبعه تبتدي تشتغل؟ بص شايفها؟ ها؟ بتتكسر كده شويه؟ شايف حاجه كده؟ شايف البرسبكتيف اللي بيحصل فيها؟ تمام. هي لسه كده سميت لوكال شغاله، ده حظك الحلو يعني. لما هتيجي تمسك الكتله اللي في النص دي وتيجي هنا تسكلها كده، بص واصبر عليها شويه. وما تجيش جنبها. القفشه اللي انت شايفها دي كده المفروض انها كانت تلم. بس مع الوقت يعني. لا مفيش مع الوقت، ما ده الكلام ده على حسب كارت الشاشه وعلى حسب كمان الرامات اللي عندك والفايل انت فاتحه وقافله بقالك قد ايه. انت فاهم؟ يعني دي حاجات بت ايه؟ طبعا انا كده كده انا مسيب الستبس بتاعتها. بص هتلاقي فيها من ضمن الفيديوز اللي موجوده هنا اهي، انا سايب لك في نسخه انا عاملها يعني. بس طلعت كام مره معايا خلال الفترات اللي فاتت دي كلها؟ مرات لا تتعدى صوابع الايد يعني. بس خليك دقيق معايا لما تشوف شكل ستاره زي اللي انا عملتها لك دي كده قول. استنى انا اشوف اهي. بمسك هنا واروح جاي هنا حاطط هنا بوكس وهحطه هنا. ممكن ابعت لك الفيديو، هو موجود على اليوتيوب. خد بالك؟ وتحط البوكس الثاني اهي اللي انا عايز اوريها لك اللي هي دي يعني. بعد جروب وبعد النود وبعد الخطوات دي اهي. خد بالك؟ هتيجي تقول له هنا سميت لوكال. بص طب ثم همسك بقى اللي هي الكتلتين اللي انا عملت فيهم نود اللي هي البوكس الاولاني والبوكس الثاني، ثم ابتدي بقى ان انا اعمل لهم ريسكيل او ابتدي ان انا اروح اعمل لهم هنا موف. بص بردك نفس القصه، هي بدات هنا عندك في الطابق كشكشه، ثم ابتدي بقى بامر موف امسك الكتل اللي فوق لتحت. هتعصلك بنفس العصلجه اللي انت شفتها معايا كده. بص هتقفش الاول ثم تبتدي تبص تعمل ايه. اوكي استنى بقى امسك بقى الكتله اللي في النص عشان تعمل عقده. قفشت بص ثم تفك بعدين. دي واقعيه قوي. ما هي نفس القصه، بس دي عايزه بقى ايه؟ عايزه ان الدنيا تكون عندك رامات وعندك كارت شاشه الدنيا تكون ظابطه يعني. حللها ازاي؟ في حاجه برضك ده بالنسبه للكيجيهات اللي هي الايه الاوامر اللي هي البسيطه يعني، مش الشغل البروفيشنال بتاعك اللي هو ايه. انت عندك مثلا فرضا كتله، ما اعرفش ده انا قلته اه ولا لا، كتله زي دي كده وفيها سيجمنتس كتير. حلو؟ وبعد ما جمعتي وطرحتي فانت مش هينفع ترجع لي الايه البارامترز بتاعتها تاني. انت معايا رون؟ اه تمام. طيب هتلاقي في عندك جوه موديفاي هتلاقي في عندك امر اسمه برو اوبتمايزر. شايفها؟ اه. بيعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل كالكوليشن لايه؟ لعدد الفيرتكس.
بيقول لك انت العدد بتاعك كذا اللي هو اللي انا كده كده بجيبه برقم 7. خدت بالك؟ اندو. لما بندوس على 7. لما باجي ادوس هنا على رقم 7 بس تمام؟ فبيقول لك ده الرقم بنسبه 100%. طب انا مش فاهم هعمل ايه يعني؟ كل اللي انت هتعمليه مانيوال، هتفضلي تنزلي بالنسبه اللي هي بتاعت 100% دي وانت عينك على الكتل لحد ما عينك تجيب وتقول خلاص كفايه كده شكل الكتله هيختلف، تبتدي تستوب. بصي ولسه اول ما تقولي ستوب هستنى. هي لسه تمام شغاله بس ابتدت من تحت تبوظ. يعني خليها كده مثلا. تمام. احنا كده وفرنا من 26000 كام؟ 750. بردك الامر ده ضعيف، يعني احنا لسه هناخد اوامر كتير. يعني في الفي ري، في حاجه اسمها في ري بروكس، وفي عندنا كمان في ال2 دي هنبتدي نلعب حاجات كتير قوي في الموضوع ده. وصلت؟ تمام. يبقى الامر ده اسمه ايه؟ اسمه برو اوبتمايز. ده امر مهم برضه. طيب اعتقد كده الكل رجع متاعي. بص احنا اتفقنا في كل شغلنا، لو حد فاكر اول سؤال احنا اتفقنا عليه، هل يا جماعه هبتدي شغلي 2 دي ولا 3 دي؟ وكان الرد من عندكم في بعض الناس قالت لي 2 دي وفي بعض الناس قالت لي 3 دي، وكانت الزتونه اللي موجوده في الجزئيه دي ان انا امتى ابتدي 2 دي او 3 دي، فده على حسب الكتل اللي موجوده قدامي اللي انا هروح انفذها. يا اما اروح استغل مجموعه الكتل 3 دي اللي عندي واعمل موديفاي عليها، او اروح ابتدي من البدايه 2 دي. طب احنا خلصنا او يعني خلصنا تقريبا 60% من الحاجات اللي دي، طبعا لسه ما خلصناهاش بس هناخدها تباعا مع ده مع ده. يعني تيجي للجزئيه الثانيه بقى اللي هي المهمه اللي هي 2 دي. ال 2 دي بقى فيه شقين، احنا شغالين كام؟ حد معايا ولا فين؟ ايوه حضرتك. تمام. من ضمن الحاجات اللي هي في منتهى الاهميه ان انا عندي اللي هو في ال 2 دي، يا اما ادخل اي رسمه اي مكان، سواء كان بلان سواء كان سيكشن سواء كان واجهه سواء اي سواء خط، عايز ادخل حاجه من الاوتوكاد اي مكان شكلها ل 3 دي ماكس، سواء كان في الكاد 2 دي او حتى في الكاد 3 دي وادخلها عندي على 3 دي ماكس. او في بعض الناس ما تعرفش كاد، فانا هروح اخليهم ان هم يرسموا فروم سكراتش جوه 3 دي ماكس. يعني في عندنا شقين، يا اما اجيب حاجه جاهزه يا اما هرسم جوه 3 دي ماكس. هنبتدي عندك بالكاد. جوه الكاد انت في عندك مجموعه شروط مهمه لازم تبقى موجوده معاك، فحتى لو تجيب ورقه وقلم وتكتب معايا كده، هي كده كده تبقى موجوده في الفيديو بس انا محتاج ان انت تكتبها. فاهم يا ريهام؟ طيب فانا هعمل ايه؟ شروط ان انت تروح تدخل بلان كاد يكون صح ومن غير مشاكل يا مروه ويدخليه عندك على 3 دي ماكس، ايه هي الشروط دي؟ اول شرط، انتوا معايا صح؟ ايوه مع حضرتك. اول شرط ان انا اكون شغال جوه الكاد، اكون شغال لايرز. مش فاهم يعني ايه لايرز؟ ان انا يكون كل مثلا عواميد على اللاير، الوولز على اللاير، سواء كان كهرباء او 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 كل حاجه مختلفه عندك على اللاير. مش فاهم ايه السبب؟ هديكي مثال بسيط قوي. لو انت عندك مثلا جوه الكاد حطيتي كل حاجه على نفس اللاير، لما هتيجي هنا جوه الماكس وتحطيها زي ما هناخد بعد شويه، وهتيجي تروحي انت عامله لها هنا اكسترود، هتلاقي ان انت عندك كل حاجه طلعت بنفس الارتفاع. طب ما لو انا حطها في لاير هنا تقدري تمسكي، او هو هيقدر يفهم ان انت عندك كل حاجه لاير، اقدر اروح ادي لها الاكسترود الخاص بيه، لان هو اصلا كده كده هنا اصلا في قائمه اسمها قائمه لايرز من ضمن الحاجات او من ضمن القوائم بتاعت الماكس، يقدر يحس باللايرز اللي انت جايباها اصلا من الكاد. يبقى كده اول شرط في منتهى الاهميه اللي هي ان انا اكون شغال ايه؟ لايرز. طب تمام. تاني حاجه في منتهى الاهميه ان انا اكون شغال بولي لاين. مش فاهم هو ايه الفرق يا جماعه ما بين الخطوط والبولي لاين؟ الخطوط لو انت رايحه ترسمي سكوير اربع اضلاع تمام جوه الكاد، كل ضلع من الاضلاع الاربعه دولت لو جيتي بعد ما قفلت الشكل حتى بالسناب تقدري تعمليه سيلكت لوحده. طب البولي لاين بعد ما اروح اعمل الاربع اضلاع واقف عند اخر نقطه وكليك، هو كده خلاص بالنسبه له ده بقى اوبجكت كامل مش اضلاع. حد معايا ولا؟ ما حضرتك. فتاني شرط في منتهى الاهميه ان انا اكون شغال بولي لاين، حاجه في منتهى الاهميه. طب افرض في زتونه في الجزئيه دي، حد يحب يعرفها؟ بحب نعرف. طيب افرض ان انت البلان جاي لك. البلان جاي لك جاهز. طب انا هعمل ايه؟ هل هروح في عندك حاجه من اثنين، يا اما تيجي بامر بولي لاين وتمشي على الاوتلاين الخارجي، او هتلاقي في عندك اللي هي امر اسمه باوندري، ما اعرفش حد يعرفه ولا لا جوه الكاد. انت ممكن تروح تعملي باوندري للكتل
بس الاسهل ان انت ترسمي بولي لاين عندك على الايه الاوتلاين الخارجي ده الاسهل والانضف. مش فاهم ايه الاسهل والانضف ده يعني انت قصدك ان انت تقابلنا مشاكل؟ اه طبعا طالما البلان مش انت اللي عامله او طالما البلان انت عامله وما كروتش فيه هيبقى سهل بالنسبه لك دخله على الماكس. طب يعني ايه الفكره؟ الفكره ان انت في احيان بيبقى في اوفرلابس ما بين الخطوط وبعضها. حد منكم بيسنس بيفونس؟ ايوه تمام. يجي خط فوق خط مش مشكله، يجي خطين فوق خط، المهم ان انت في الطباعه تشوفيهم خط واحد. الكاد محترم. يعني ايه كاد محترم؟ لما تيجي للبلان بتاعك وتيجي ترفعيه هيقول لك لا لو سمحت ان في عندك مجموعه نقط متداخله مع بعضها، فروحي اعملي اوفر كاد وشيلي الايه الخطوط اللي متداخله هي الاوفر لابس على بعضها. 3 دي ماكس مش محترم. يعني ايه مش محترم؟ يعني انت هتروح تدخلي البلان اللي هو فيه اوفر لابس هيدخله لك، هتيجي تعملي اكسترود هيرفعه لك، مش هقول لك لا، بس النتيجه قدام عينك هتطلع سيرفيس او ورقه، هتطلع لونها اسود من جوه. حد معايا ولا؟ ايوه. دي اهم حاجه الشغل يكون نظيف. يعني نظيف لو بلان جاي لك من بره ترسمي بول لاين من فوق، لو البلان انت عاملاه تاخدي بالك ان هو يكون ما فيهوش اوفرلابس. طب لو في اوفرلابس انا اريح دماغي ازاي؟ يا اما ارسم بول لاين عليه يا اما اروح اجيب امر باوندري واعملها، والاسهل ارسم بول لاين. يبقى ده كده الشرط رقم كام؟ جوه الكاد. ده رقم 2. هتلاقي في عندك رقم 3 اللي هي اليونت اللي انت شغاله بيها. يعني لازم تظبطي واحد. طبعا احنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل باليونت، ولما بعد كده لما باجي اطبع بقول له سكيل واحد لكذا، صح ولا؟ ايوه. طب انا عايز ارسم بقى بمقاسات جوه الكاد، اطلع من قائمه فورمات يونتس وابتدي اظبط. طب اختار انهي وحده؟ انت شغاله ايه؟ لو عماره تبقى متر، لو عندك شغل ديكور وتكاشن حاجات صغننه تبقى بالسنتي، المهم تبقى انت عارف الوحده بتاعتك. لان انا لما هاجي هستقبله هنا جوه الماكس خدت بالك هيسالني اليونت اللي انت جاي بيها ايه؟ عشان لما تيجي تحط البلان وتيجي ترفعي تكتبي 3 يبقى هو فاهم انها 3 متر. ما تكونيش شغاله هناك بالانش وتيجي تشغلي هنا بالسنتي تحطي رقم 3 تطلع لك حاجه مختلفه. فتالت شرط في منتهى الاهميه انا بكلمك كل ده جوه الكاد، ان انت تكون شغاله ايه؟ يونتس، او تظبطي اليونتس بتاعتك. حد معايا ولا؟ مع حضرتك. طيب كده الشرط رقم كام؟ 3. كده الشرط اللي هو رقم 3. في حاجه بقى اخيره، البلان بيجي لك تمام؟ بيبقى عباره عن ايه؟ في بواب وشبابيك. عندنا حاجه من اثنين والاثنين هناخدها. البلان بتاعك تجيبيه من الكاد وتقفليه جوه الكاد كده حيطان تمام، وابتدي وطبعا معمول له اوفست. طبعا انا هاجي هنا جوه 3 دي ماكس بعد ما ارفعه هبتدي ان انا افرغه بروبوليوم زي ما احنا خدناه، ده منهج انا. المنهج الثاني ان انا اشيل الابواب والشبابيك واقفلها تقفيل صح. طب انا هاجي ارفع الوقت هنا جوه الماكس ارفعه ازاي؟ لما هاجي اعمل اكسترود للبلان كله هيترفع والفتحه بتاعت الباب هتبقى من الارض للسقف. انا هاجي بقى في الحته بتاعت الكاميرا بتاعت السقف دي هقفلها بامر بريدج بقيت بول لما نيجي نغلق. فكده في عندنا منهجين، منهج احنا خدناه ان انا افرغ بالبروبوليوم، يعني ادخل بلان مقفول افرغه بالبروبوليوم. المنهج التاني احنا لسه ما خدناهوش، ان انا اجي اعمل توصيلات الكاميرا. حد معايا؟ ايوه حضرتك. وصلت؟ انتوا كتبتوها كده خلاص؟ مش ها؟ ايش حاجه كانت كده يا باشمهندس؟ ممكن تقولها تاني يا بقى. طب مين كتبها؟ اقول اول حاجه اللي هي الليرز، لازم اكون شغال ليرز. ايوه اه هي ماشي اخر خطوه. انتوا عايزين اخر واحده بس ولا كله؟ لا اخر واحده. اخر واحده. في حد عايز كله تاني؟ طيب اخر حاجه ان انت البلان بتاعك اللي انت هتجيبيه من جوه الكاد لازم يكون متقفل او يكون متفتح. متقفل يعني انت هو عباره عن شكل رباعي وفي الاوفست بتاعه. حاجه فتحه زي ما احنا خدنا احط قيمه الباب او الشباك واعمل بروبولي انا افرغه. او المنهج الثاني اللي احنا هناخده بردك ان انا الباب والشباك يكون متفتح. متفتح ازاي؟ يعني قيمه الباب والشباك يكون مفتوح. بس مشكلته لما هتيجي عندك على 3 دي ماكس هنا اهو هتعملي اكسترود هيطلع الشكل عندك من الارض للسقف مفتوح. احنا هناخد بقى ان ازاي ان احنا نقفل قيمه الكمر اللي هي 30 سم اللي تبقى موجوده من فوق او من فوق ومن تحت لو هو شباك. في لما نيجي ناخد امر ايديت بولي هقدر اقفل الكلام ده بامر اسمه بريدج. وصلت؟ وصلت تمام. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ لا انا كنت عايز اسال بس هو ايه الفرق ان انا لازم ادخله بولي لاين مش لاين؟ ما هو انت لما تدخليه هنا لاين، يعني بص لما هتيجي تدخلي انا هجيب لك بلان دلوقتي. لما هتيجي تدخلي لاين وهتيجي ترفعيه انت مش هتلاقي الكلام ده موجود، يعني انت هتلاقي عندك الكتله بتاعتك
مفتحه هتبقى عامل... لا مش يا ريت متقفله هتبقى عامله زي السيرفس ايوه هتطلع عندك ورقه انا مش فاهمه انا بس مش فاهمه يعني البلان الباب والشباك مفتوح او مقفول مش فاهمه طب اوكي حاضر يعني البلان يجيلك متقفل يعني ايه يعني مثلا انا معايا بلان كده اهو وهاخده هنا هعمله هنا دراج مش بشرح خطوات دلوقتي انا بشرح لك انت بس اللي هي ايه موضوع ان هو يكون مقفول انت هتجيبيه من الكات كده شايفاه ثم هتبتدي تيجي هنا اهو وتتعاملي هتتعاملي ازاي برضك اللي انا بقوله ده مش شرح ده اللي احنا هنشرحه في المحاضره دي وجزء كبير قوي من المحاضره الجايه ان انا هروح اعمله هنا اوفست يعني حاجه اعمله هنا اوفست كده يعني ايه بلان مقفول يعني يكون اللاين موصول كده حتى لو في قيمه باب او شباك هي بردك مقفوله ده منهج من المناهجين اللي احنا هناخدها ليه عشان انت كده كده يا اما تعمل له اوفست جوه الكاد يا اما تيجي تعمل له هنا اوفست من هنا طبعا بالمقاسات مفيش حاجه بالحب بعد كده ثم هاجي بعد كده اروح جايه هنا اعمل له اكسترود لما هتيجي تعملي اكسترود فتحه الباب فين مش موجوده احنا خدنا ايه بقى خدنا ان انا اجي اجيب اوبجكت طبعا بالمقاسات وابتدي ان انا اجي احفره من اصل الكتله بتاعتك اللي انت عاملاها طبعا بالمقاسات وبالمكان بكل حاجه اجي كده واجي هنا كومباوند واجي اقول هنا بريفوليان واجي اطرح قيمه الباب او الشباك حد معايا ولا فين تمام ده منهج واحنا خدناه طب يعني إيه هو... انا بلف حوالين الاوتوكاد باوندري ولا بقفله ايوه ده لازم او اقفليه برضك ونضف الدنيا بس حتى لو في قيمه باب او شباك ان انت تكوني هنا قافلاهم او فتحاهم يعني يكون ده شايلاه جوه الكاد فاجي بقى احط القمع يا ده برافو عليك فانت إيه؟ بس اهم حاجه هندسه ان انت تعملي ايه الشغل بتاعك جوه الاوتوكاد يكون نظيف لان هنا هتلاقي مشاكل الدنيا لو شغل الكاد عندك بايظ وخصوصا كمان لما تكونيش انت مسؤوله عن البلان بتاعك يعني مشكله السمين طبعا الاوفرلابس والباوندري والخطوط المتداخله على بعضها احنا قلنا ان لازم يبقى بولي لاين ولازم أيوة. يكون لايرز ولازم اظبط اليونت بتاعتي اللي انا شغال بيها خدت بالك ولازم اكون ايه المنهجين اللي احنا اتفقنا عليهم واحنا كده كده هناخد الاثنين وهناخد كمان واحد زياده كمان فوقيه بس لسه الكلام ده جوه الماكس طيب دلوقتي انا عندي البلان بتاعي اهو في زتونه بس في الجزئيه دي خدوا بالكم منها يا روان ان انت يكون نسخه الماكس اللي عندك ما تكونش اعلى من نسخه الكاد اللي عندك مش اعلى من نسخه الماكس عشان يقبل يدخله الكاد مش اعلى نسخه الكاد مش اعلى من الماكس اوكي لان دي في كتير قوي من الاحيان بتقابلنا يعني فانا هعمل ايه دلوقتي انا عايز اجيب الايه الملف اللي من بره فانا عندي حاجه من الاثنين يا اما اخده دراج كده اهو واقول امبورت طب تمام البلان جه البلان جه يا جماعه؟ اوكي بس انا عندي مشكله ايه المشكله؟ انا هنا فقدت منيو انا محتاج منها كتير فين المنيو اللي انت بتقول عليها دي؟ المنيو دي مش هتظهر الا لما تيجي تقول له فايل امبورت امبورت تاني يا مارو واجي اخد البلان من بره اللي هو ده اوب اللي هي دي هتشايفها؟ اه دي بقى بتعمل ايه؟ واحده واحده بقى اول حاجه لو انت جاي واللايرز بتاعتك موجوده فهنا بيقول لك قائمه لايرز اهي فين اللايرز ممكن اخفي ممكن افريز ممكن ابقى الوك لايرز زي ما انت عايز يعني هنا انت ممكن تتحكمي في اللايرز اللي انت جايباها من الكاد انتوا معايا ولا ايوه مع حضرتك تيجي بقى للمنيو الاهم الجيومتري اللي جنبها بيقول لك هنا انكمينج فايل يونتس انت جايبه الفايل باني يونت انت هناك شغاله بالسنتي اختاري من هنا سنتي هناك شغاله بالمتر تختاري هنا متر حد معايا ايوه ما حضرتك طيب دي حاجه مهمه كمان اللي هناك انت شغاله لايرز اه طب في بعض الناس ما بيبقاش واخده كاد او شغاله اوتوكاد بس مش لازم كورس بس انا بتكلم على شغلهم طب هي ممكن تروح تعمل فروق ما بين الاشياء هناك عندها او البلانات او الشغل اللي عندها بالكالر مش لايرز خلاص يعني ممكن جوه الاوتوكاد تفرقي ما بين كل اوبجكت وتاني باللون او لايرز فانت ممكن تختاري لاير او كلر من هنا على حسب ما انت مختار المهم ان انت عندك هنا لما يجي يخش جوه الماكس يبقى عارف او حاسس ان دي لاير وده لاير
in the color with the color عشان لما تيجي تدي اكسترود لكل واحد منهم يبقى حاسس انها كتله مختلفه. هنيجي نختارها color او layer طبعا مؤقتا بس. حاجتين في منتهى الاهميه، هو انا ينفع ادخل ملكيه 3 دي؟ اه طبعا، سواء ملكيه 2 دي او 3 دي. طب في مشكله، افرض انت عندك جوه الكاد في عندك رحت عملت فيلت او لفيت كورنر او حاطط نص دايره، لما تيجي تدخل هنا وتلاقيها مضلعه ما هياش سموث، فانت مضطر ان انت تيجي تزود هنا ايه؟ لو حد شايف اللي هي بالنسبه لي في ال 2 دي اسمها ايه؟ كيرف ستابس. يعني ايه الكيرف ستابس؟ كيرف ستابس بكده نصيا بتزود عدد اللي هي السيجمنت، بلاش السيجمنت، هي بتزود نعومه الاشكال ال 2 دي اللي انا جايبها من الكاد. الكيرف ستابس مسؤول عن نعومه الاشكال ال 2 دي اللي انا جايبها من الكاد. طب افرض ان انا جايب من الكاد 3 دي، يبقى انا كده مضطر ازود اللي هي السموث انجل اللي هي دي. يبقى ايه هي السموث انجل؟ المسؤوله عن نعومه الاشكال ال 3 دي اللي انا جايبها من الايه؟ من الكاد. حد معايا ولا؟ مع حضرتك. طب بس في سؤال المفروض حد يساله دلوقتي، ايه هو؟ سؤال مهم يعني. الرقم احسن رقم ايه يعني؟ احنا هنخليه على حسب الكتله وتفاصيلها. بس السؤال كالاتي، طب انا اشتغل جوه الكات 2 دي ولا اشتغل 3 دي احسن؟ يعني انا دخل جوه الماكس هنا من الكات 2 دي ولا 3 دي احسن؟ على الاطلاق من اللي انا شفته في ال 20 سنه اللي فاتوا دولت 2 دي. يعني اشتغل كات 2 دي ثم ادخله على 3 دي ماكس وارفع واشكل وهكذا. لكن لو انت جيت دخلتي من الكات 3 دي، لو انت حبيتي تعدلي في اصل الكتله هنا، انت مضطره تروحي هناك تاني. انتوا معايا ولا فين؟ فانت الاصح ان انت تشتغل من خبرتي تشتغل كات 2 دي ثم تيجي تدخل عندك على 3 دي ماكس وترفع وتشكل كتله وواجهه وزي ما انت عايز. خلصت؟ هقول له هنا اوكي وايه؟ واستنى. ايه النتيجه اللي طلعت؟ البلان جالك قدام عينك اهو. ايه المراحل بعد كده اللي احنا هنعملها؟ اللي احنا ده اللي انا هقوله ده مش شرح. زي ما انا عملت الهلا من شويه، انا هاجي اخش على الكتله بتاعتي. انك ان كانت محتاجه اوفست فانا هروح اخد امر اوفست، هو اسمه اوت لاين، ده لسه هنشرحه المره الجايه. ان كانت يعني 0.25؟ اه بس ده لسه هناخده المره الجايه. يعني لسه مش بشرح، احنا شرحنا لحد فايل امبورت فقط. حبيت ان انا اروح اعمل فيلت براحتك، موجود فيلت، الحاجات اللي احنا كنا عايزين نعملها في 3 دي. لا والله ده انا حبيت اروح اعمل شامفر، ماشي اهو شامفر، يعني اروح اشطف الكتله بتاعتي اهي. طب عايز اروح اعمل هنا اكسترود قوي اهي وارفع الكتله بتاعتي اهي اللي هي المبنى اهو. اه والله ده انا حابب اروح اعمل اللي هي الدروه والفواصل بتاعت الادوار، حاجه هنا اس بي لاين، همسك الشكل ده مش شرح اللي انا بقوله ده، خلي بالكم خالص. همسك اللي ايه نسخه من اللي جوه ثم اجي افصله. ليه تفصله؟ لان هما الاثنين واخدين نفس الافكت في الارتفاع، فانا محتاج افصل دي. طب دي هتتفصل ازاي؟ هتلاقي في عندك ان هو من تحت امر اسمه ديتاتش، وخلي بالكم عشان التفاصيل هتزيد وانا مش هينفع اكرر في التفاصيل. خلاص؟ طب انا استفدت ايه من ديتاتش دي؟ ديتاتش دي اللي هي بتروح تفصل لي الكتله عشان ادي الدروه بتاعتي او السطوح او الارضيه اكسترود مختلف، وده حاجه طبيعيه عن اصل الايه؟ المبنى. ثم اجي بقى بالسنابات، الحاجات بقى القديمه اللي احنا خدناها سناب 3 دي، ثم اخد ده من هنا ده بالسناب، اجي اخد من هنا فيرتكس اهي، واروح واخد صاحبتنا دي من هنا كده، واروح جاي ناقلها هنا، ثم اجي اروح جاي هنا عامل قيمه الدروه، ولو انت عندك فواصل الادوار كمان اهي هنزل بيه كده قيمه الدروه اهي شيفت، او حتى اري، ما احنا خدنا اري انزل بيه. لا دي مش مظبوطه، ما احنا خدنا كليك يمين على موف، الحاجات الصغننه بقى بتاعت زمان اهي. خلاص؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ من البلان اللي انا كنت جايبه من هناك، وده منهج من ضمن مناهج انا اخدها، ان انت تدخلي البلان وترفعها وتشكلي وجه. دي البلوكات للاسف اللي هي اللي موجوده عندنا هنا في مصر. حيطه وطالعه وشكرا على كده. حد معايا ولا فين؟ حضرتك. طيب برضك انا معلش انا هقول تاني. اهم مرحله وانت شغال هتشتغل كات 2 دي، ثم تاخد بالك مليار في الميه من الشروط. ايه هي الشروط الثانيه؟ يمكن بعيد عليها عشان اكد عليها بس، ان انت تكون شغال ليه. ثم تروح تشتغل بولي لاين، ثم او لو ما عرفتش ممكن تعمل باوندري. ثالث حاجه اللي هي اليونت من قائمه فورمات، ظبط اليونت. اخر حاجه اللي هي او تعمل في حاجه ثانيه اللي هي الاوفرلابس اللي هي الخطوط اللي على بعضها. اخر حاجه اللي هي ان المنهجين اللي احنا ناخدهم يا اما تدخل البلان مفتوح او مقفول. مقفول يعني انت هتفرغه جوه 3 دي ماكس بالبروبوليون،
مفتوح، يعني انت هتيجي لما نيجي ناخد ايديت بولي واروح اعمل لها بريدج واقف قيمه الكامر اللي موجود. طب الكلام ده بنسبه كام؟ يعني يديك صلاحيه انت تشغل جوه الماكس كويس بنسبه 100%. طب لو انت ما عملتش الكلام ده هتيجي تعرق في الماكس وهتتخنق ومش هتكمل البلان ولا شغله ومش هتكمل اصلا الماكس. فانت نمره واحد عندك في التو دي تظبط شغلك كاد ثم تيجي تعمله فايل امبورت وتدخله هنا. طبعا انا مش متجاهل حته ان في حد ما يعرفش كاد، انا كده كده هشرح ان انت ازاي ترسم اصلا جوه الماكس. حد معايا في الدش ده ولا؟ اه مع حضرتك. الكلام ده في منتهى الاهميه يا جماعه وهيتبني عليه كل اللي جاي. طب احنا اخدنا ايه دلوقتي؟ احنا ما خدناش اي حاجه خالص غير الشروط ان انت تشتغل جوه الكاد ازاي وتدخل جوه الماكس ازاي، وما خدناش الا امر بسيط بس من قائمه فايل امبورت امبورت واللي جواه المهم. تمام ماشي تمام. انا هبعت لكم البلان اللي هو الصغنن ده، هو خفيف قوي يعني، هبعته لكم على الواتساب وتعملوها وترجعوا. تمام اوكي. كان عندي الكاد يعني لو انا هاجي ادخل البلان عندي من جوه الكاد فايل امبورت خلاص امبورت واروح مدخله هنا واتعامل معاه. طب انا لو ما اعرفش الكاد بقى يبقى مش هشتغل؟ لا، هو هنا مديكي جنب جوه، انت شايفيني صح؟ جوه الجيومتري من فوق هتلاقي بعد البلاس الكريت جيومتري اهي جنبيها هنا ايه؟ شيبس. الله، ده مديني مجموعه من شيبس عادي يعني سهله، ده لاين وريكتانجل والبس وجنر مش فاهم يعني. طب ومديكي كمان هنا حاجه اسمها اكستندد، مالناش دعوه بالنيرفز، انا بتكلم على اكستندد اس بي لاينز، مديني هنا خمس شيبس ثانيه. عامل بيهم ايه يعني؟ اكيد هرسم بيهم، انا هروح اعمل بيهم ايه؟ وانت انا عايزك، انا خليك تجربهم واحده واحده دلوقتي. بس هو هنا خد بالك هو مديني هنا ستار يا روان. عامل بيها ايه؟ يعني النجمه دي انا ممكن اعمل بيها ايه؟ ده اللي انا عايزه تفكروا فيه وانتم شغالين. النجمه دي تقدر تعمل بيها ايه؟ ها؟ اعمل بيها ارضيات؟ ماشي، ممكن ارضيات، ممكن شباك. شكل شباك. طب هل ينفع ان هي تكون بدن عمود؟ ايه ده؟ بدن عمود؟ اه، ما انت ممكن تروح تعمل لها هنا فرت. خدت بالك؟ بس طبعا قيمه الفلت ما تخليهاش تدخل على بعض. وتيجي لما تيجي تعملها هنا اكسترود وترفع الكتله بتاعتك تطلع ادي بالجسم او بدن العمود اهي. اللي هو فيه خشخانات في النص. حد معايا ولا فين؟ اه مع حضرتك. ايوه موجودين. طيب خلاص دي الستار. طب معلش هو الراجل ده مديني دونت، اؤمر يعني هعمل بيها ايه؟ هي الدونت دي لو انا حولتها 3 دي تبقى ايه؟ كيوب زي اللي عملناه. الله عليك. تمام. طب انت عندك هنا اهو، نديكي هنا اهو حاجه اسمها هيليكس. ايه ده؟ سوسته؟ عم بيها ايه؟ الوايرز بتاعت اي حاجه بقى. الله، يعني انت قصدك دي ما تنفعش كوبيستا؟ زي ما تنفعش هيليكس او كوبيستا؟ تركب عليها هيليكس او كوبيستا؟ اه ممكن. ربزين تنفع؟ بس حسب وسعها بقى. اهو براحتنا اهو، ادي الريديوس الاولاني براحتك. فاللي انا اقصده دلوقتي قبل بس ما اسيبكم تجربوا الكلام ده، انا عايزك وانت بتشتغل سواء الاس بي لاينز العاديه او سواء الاكستندد تفكر ممكن استغلهم في ايه. طب استنى، هو انت عندك الدبليو ريكتانجل ده اللي هو ايه؟ ايه ده؟ ياه، ده بيعمل لي ريكتانجل واصلا كده كده منه فيه اوفست. طب حرف التي ده اللي هو ايه؟ اه ده ممكن بعد ما اعمله اكسترود ده يبقى بارتيشن. حد معايا يا جماعه ولا فين؟ ايوه ما حكيت. طيب انا عايزكم تفصصوا لي بقى تجربه ايد بس لا اكثر، الاس بي لاينز والاكستندد اس بي لاينز، تجربه ايد اللي يهمني بس، وانت بترسمه تفكر ممكن استغله ازاي. يلا بس بدون كروات عشان خاطر كل الاشكال اللي احنا جربناها دلوقتي دي عباره عن اشكال 2 دي. هل هي استخدمتها للرسم بس؟ لا، انت ممكن تستخدمها كوسائل مساعده. حد فاهم يعني ايه يا جماعه وسائل مساعده؟ مش حد يرد عليا؟ مش عارف. لا يعني مثلا انا ممكن اروح اجيب شيب من ضمن الشيبس سواء كان مفتوح او مقفول واستخدمه كباس او كمسار للحركه، اركب عليه كاميرا تتحرك واشوف اتفرج على الاكستيريور من بره، اركب عليه لايت، اركب عليه اوبجكت. يعني وليكن معايا مثلا دي ومعايا البوكس ده كانه ده عربيه. حد معايا؟ معاك. طيب عايز اخلي الاوبجكت ده يلف على المسار ده ازاي؟ في قايمة عندك هنا هو شاكل اسمه أمر اسمه إيه؟ أنيميشن. وهتلاقي عندك رابع أمر سكوتش كونسترينت، وهتلاقي تالت أمر باست كونسترينت. طب ده بيعمل إيه؟ بمجرد ما أنت بتيجي تختاره
وتدوس وان كليك عندك على الباس الله هتلاقي الاوبجكت راح فين يا شاكر يا عثمان ركب فوق الباس تعالى هنا اهو كده ودوس عندك على كلمه بلاي انت عملت انيميشن ولا اوتوكي ولا حاجه انا ما عملتش اي حاجه خالص غير ان انا مشيت نفس الخطوات اللي قلت لك من شويه هتلاقي الاوبجكت بتاعك بيلف حوالين مين او على مين صح على الباس بس دي مش مشيت عربيه تعالى كده هتلاقي فيه هنا كلمه فولو دوس عليها كده وان كليك حد معايا ولا فين؟ حضرتك وصلت؟ وصلت طيب بنستخدمها في ايه؟ بستخدمها لو انا حبيت اروح اركب اي اوبجكت على باص اي مكان شكل ممكن اركب كاميرا ممكن اركب لايت ممكن اركب عربيه بتتحرك وهكذا بس احنا بناخدها تحديدا لو انا حبيت اروح اركب كاميرا على مسار وتتفرج على الاكستيريور شوت وهكذا وهي تتحرك اكستيريور برا فيلا مثلا واحط الباص بالظبط اه بالظبط ودايما يبقى سيركلر احسن صح جدع. بس طبعا. ممكن ابطا وممكن يكون الشكل مفتوح او مقفول كمان خلي بالك مقفول اه طيب انتيرير يعني اه بالظبط لا الشيب شيب نفسه ممكن يكون مفتوح او مقفول مش لازم الباس يكون مقفول ممكن يكون مفتوح اه طيب. اوكي تاني استخدام ليها انا ممكن استخدمها للتكرار مش فاهم يعني افرض مثلا انا معايا هنا برمى ده هو الجاهز الهوز ده هتشايفه انا عايز اروح اكرره على بلكونه شكلها كذا مش شكل ستاندرد ده شكل غير منتظم الشكل ده كده مثلا هعمل ايه همسك الاوبجكت طبعا هخلي ده لونه ابيض عشان يبقى متشابس هو في قائمه عندي هنا من فوق امر اسمه ايه تول هتلاقي عندك هنا من جواه امر اسمه ايه Line. وعندك من جوه امر اسمه ايه spacing tool حاجه اختار من المنيو اللي تطلع كده حاوله هنا بيك الباث وادوس وان كليك على الباث واجي هنا ازود له الكاونت هتشوف حاجه يبقى انا بستخدمه عشان اروح اكرر عليه اوبجكت وصلت وصلت تمام يبقى كده الاستخدام رقم كام للاشكال 2 دي عامه اول حاجه مسار الحركه ثاني حاجه انا ممكن اروح اركب عليه شكل ويتحرك في ثالث حاجه يعني انا اكرر اللي هي التكرار اللي هي من قائمه تولز في ثالث حاجه لو انا حبيت اروح استخدمه عشان اروح اركب عليه سكشن يعني انت عندك باس بردك مفتوح او مقفول زي ما تحب كده مثلا انا ممكن اجي هنا اهو كده واجي هنا من موديفاي واطلب له هنا امر اسمه سويب ايه ده سويب ده السويب ده هو عباره عن امر جواه مجموعه سكاشن جاهزه هتشايفها سويب ده اللي في الريفت من بره بيبقى دي مجموعه سكاشن طبعا انا ممكن البيلت ان سكشنز دي انا ممكن اعرف الايه في السكنس وتخانات والباراميترز بتاعتها كلها طب افرض انت عايز ترسم سكشن خلاص قوي ارسم السكشن اللي انت عايزه خلاص طبعا الكلام ده هناخده بالملي وازاي بالمقاسات خلاص ده كان ده سكشن مثلا وماسك الباس ومن جوه موديفاي بدل ما اقول له يوز بيلت ان سكشنز حاجه اقول له هنا يوز كاستم سكشن فاك وادوس وان كليك كده هو اوتوماتيك هيركب لي مين خد السكشن اللي انا عملته بالسبلاين ايوه وراح مركب وبرضك اقدر العب فيه يعني اقدر اروح اغير الميرور بتاعه اقدر اغير مكانه اللي هي الاكس اوفست والواي اوفست حد شايف ان الدنيا تقلت حد شايف ان الدنيا تقلت لو انا رحت رسمت الباس اهو في عندك هنا ايه اي سي ومن جواها هنا في ايه ريلينج حاجه اقوله هنا بيك واروح دايس وان كليك ايه ده انا مش فاهم حاجه اصلا ايه هو ريلينج ده اللي هو عامل زي السور او زي الترابزين بس باني شكل زود سيجمنتس بس كده وتعالى على العب في كل جزئيه العب في كل جزئيه في الريلينج ده يعني السيجمنتس تمام مديك التوب ريل ده السكشن بتاعه والسكنس ومقاسه هتشايف
طبعا انت كل الكلام ده تقدر تلعب في الماتيريال بتاعته حته حته والدبس. طب اللوري اللي هو السوانون ده برضه اقدر العب في السكشن بتاعه وتكراره حتى. هو احنا كنا بنعمل الاي اي سي في ايه قبل كده عن سي شجر كانت شجر الشجر والحيطان وبرضك البوست بتاعته سيكشن بتاعها اللي هي لو شلنا في النص فده ده فونتا الاهميه ده سكوير او راوند فونتا الاهميه يعني. ومش لازم مش لازم الباس بتاعك يكون خط ممكن يكون دايره ممكن يكون زي ما يكون. ده كانت الجزئيه اللي هي الاخيره اللي هي بتاعت استخدامات الاشكال ال2 دي بدل قبل ما ابني بيها فانا هستخدمها كعوامل مساعده. خلاص هتراجعوها بس من هنا لحد المره الجايه ولو في حاجه اشرحها مليار مره يعني لو حابين انا ممكن ابدا بيها حتى المره الجايه تاني يعني بعد ما جربوها. تمام.